حصان غريب ودرامي يتظاهر بالموت في كل مرة يحاول أحدهم فيها امتطاء ظهره. هذه الحادثة تجعلنا نتذكر قصة الطفل المشهور الذي يتظاهر أنه أغمي عليه بمجرد أن يسمع كلمة مدرسة أو كتاب. نال حصان مشاكس إعجاب الآلاف حول العالم بفضل طريقته الفريدة من نوعها في تجنب امتطاء صهوته، حيث يعتمد هذا الحصان المثير إلى الإلقاء بنفسه على الأرض بطريقة درامية ويتظاهر بالموت، ويستمر على هذه الحال حتى ينصرف الشخص الذي كان يريد امتطاءه. ما زال غير واضح ما إذ كان هذا الحصان الأكثر درامية في العالم قد خضع لتدريب حتى يقوم بهذه الحركة من أجل إمتاع ناظري السواح، أم أنه قام بتطوير هذه الموهبة من تلقاء نفسه. لكن أمرا واحدا يمكننا التيقن منه، وهو أنه يتقن هذه الحيلة جيدا. بمجرد أن يحاول أحدهم امتطاء هذا الحصان الذي يدعى جينغانغ، تتعطر قوائمه ويستلقي على الأرض. أحيانا يقوم حتى بإغلاق عينيه، تاركا فقط مناخيره مفتوحة كدليل على أنه يلهو لا غير. يستمر جينغانغ في أداء تمثيليته هذه مهما كانت الإغراءات، حيث لم تفلح حتى جزارة لذيذة في جعله يقطع مشهده التمثيلي المثير، وهو ما استعرضه علينا صاحبه في واحد من بين مقاطع الفيديو الكثيرة التي تم تداولها بكثرة مؤخرا. بالنظر إلى كون جميع الفيديوهات التي تتناول الحصان جينغانغ مصدرها قناة SBS الكورية الجنوبية، يمكننا اعتبار أن هذا الحصان يعيش في إحدى مزارع هذا البلد الأسيوي. لقد حظي باهتمام كبير مؤخرا على مستوى عالمي، خاصة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تم رفع فيديو على موقع الفيسبوك من طرف شخص يدعى فرناندو سالازار. هذا الفيديو الذي حصد أزيد من 23 مليون مشاهدة، يبدو أن الناس لا يستطيعون وقف أنفسهم من مشاهدة مهارات هذا الحصان الفريدة والاستمتاع بها. قالت إحدى المعجبات بمهارات هذا الحصان في تعليق لها على الفيديو: يشبهني هذا الحصان كثيرا، ذلك عندما أتظاهر بالنوم عندما تنادي علي والدتي بأن أنزل من غرفتي لأغسل الأطباق. قال بعض المعلقين على مهارته الماكرة: إن هذا الحصان عبقري، أتمنى لو أستطيع القيام بما يقوم به في كل مرة يقترب فيها مني شخص لا أطيقه. وأضاف آخر: إنه حصان كسول غير أنه ذكي، لما الاضطرار لتحمل كل ذلك الوزن على ظهرك إذ كان بإمكانك تفادي الأمر بكل بساطة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشترك في قناتنا بدعمنا لنستمر في نشر هذه النوعية من الفيديوهات، وشكراً.